ارتفاع أسعار المواشي مشهد يتكرر في كل صنعة. السوق مكتظ عن آخره، لا بيع ولا شراء. وموال منطقة الجلبة يبررون أن أسباب هذا الارتفاع تعود لغلاء الأعلاف والحبوب. يا أخي الموال راهم مغبونين، قبنا نتاع الصح الويسي مسكر، ما كاين والو ما كاين والو، ما خلاص ما لقيناش رواحنا مرة، فهمت؟ والله ما لقينا رواحنا. الاسعار كما هكذا على حسب النعجه واش مكرمو لها، واش تعبان والصرف، وعلى حسب النوعيه، ومصروف كبير راه فيها، مش راه سهل، مصروف وتعب وجفاف رخاب. هذه الوضعيه كبدت الموالين خسائر كبيره، وهو ما سيؤثر حسبهم على شعبه تربيه الحيوانات والانتاج الحيواني. تاع الخروف ملي يزيد حتى ندور عليه العام يكون ربع قناطر، يقول لك ربع ملايين، ربع ملايين شهر فايت الموال والراحة. مدير الفلاحة بولاية الجلفة أكد على توفير هذه المادة العلفية للموالين. هناك انطلاقة في مادة توزيع الشعير المدعم من طرف الديوان الوطني للحبوب، هذا الذي ينعكس على أن تكون توفر المواد العلفية للموالين. ككل سنة تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة، وهي ارتفاع تكاليف لتربية المواشي.